الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. يقول: هل إذا كان الشخص يحب الله كثيرا ويكثر من الطاعات ويجاهد نفسه، لكن لديه ذنب عظيم من ذنوب الخلوات ويقع فيه وهو يجاهد نفسه ويتوب ويبكي ويتحسر بعد هذا الذنب ويلبث فترة ويعاود الذنب مع حسرة شديدة في القلب، هل يدخل في حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا، يأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أم أن المقصود بهذا الحديث من يفعل الذنب وهو مستأنس به ولا يتوب بعده؟ الحمد لله، لا جرم أن ذنوب الخلوات عقوبتها عظيمة، لأنها تنبئ عن ضعف مراقبة القلب لنظر الله عز وجل ومطالعته للعبد. فكون الإنسان يستخفي من الناس ولا يستخفي بهذه المعصية من الله عز وجل، فهذا دليل على ضعف إيمانه وضعف ميزان مراقبته لله عز وجل. فالواجب علينا أن نحذر من ذنوب الخلوات الحذر الشديد، فإنها من جملة محبطات الأعمال كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور في السؤال. ومحبطات الأعمال كثيرة، وهذا من أخطرها. قال الله تبارك وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، قال العلماء ومن الفعل كذلك. فإذا أغلق الإنسان على نفسه أبواب غرفته أو بيته أو مكان خلوته بهذه المعصية، فإنه متيقن يقينا بأنه قد استخفى عن أعين المخلوقين، لكنه لا بد أن يذكر نفسه أن ثمة عينا تراه لا يخفى عليها شيء مما يكون في الأرض ولا في السماء. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، والله عز وجل بكل شيء عليم وبكل شيء بصير، فلا يخفى عليه مثاقيل الذر عز وجل، ولا يمنع نظر الله لما تفعل أن تطفئ الأضواء أو تغلق الأبواب أو تحتجب بالأسقف، كل ذلك لا يمنع عين الله عز وجل أن تراك، فالله يراك ومطلع عليك وعالم بما تفعل. فإذا كان قلبك قد استخفى بهذه المعصية حياء من الناس، أفلا تنزجر روحك حياء من الله عز وجل؟ فلذلك هذه الحسرة التي تقوم في قلبك بسبب مواقعة هذا الذنب، هذا دليل على بقاء إيمان في قلبك وبقاء خشية في قلبك من الله وخوف من الله، وهذا أمر طيب. لكنني أخشى مع الاستمرار على مواقعة هذه المعصية أن تذهب هذه الحرارة وهذا الإشراق من قلبك، فإن الذنب إذا فعله العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، ثم الثاني كذلك، ثم الثالث كذلك، حتى يعلو قلبك الران، ثم الطبع، ثم الختم، والعياذ بالله. أخشى إذا مر بك زمان وأنت تزاولها في السر أن يموت حياؤك حتى من الناس، فإن من مات حياء قلبه من ربه الذي خلقه ورزقه وهو مطلع عليه، فإنه حري به أن يموت يوما من الأيام حياؤه من الناس. فسدا لذريعة ذلك، حاول أن تجد الطريقة في التخلص من هذه المعصية بقطع أسبابها والتقليل من الخلوة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وزرع المراقبة، مراقبة الله عز وجل في قلبك، وكثرة دعاء الله عز وجل أن يخلصك من هذا الذنب. فبادر يا أخي بالتوبة الصادقة النصوح التي لا عودة بعدها إن شاء الله، قبل أن يتخطفك الأجل، ثم تندم إذا رأيتها في صحيفة أعمالك
أو تكون هذه الخبيئة من الشر سبباً لسوء خاتمتك والعياذ بالله. فإن من أعظم الأسباب التي يساء بها خاتمة العبد خبيئة الشر التي يستخفي بها فيما بينه وبين الله. فإذا انتهكت سترك فيما بينك وبين الله فإن هذا ربما يخرج على فلتات لسانك عند سكرات الموت، ويكون قاطعاً ويكون مثقلاً للسانك عن النطق بالشهادتين بسبب هذه المعصية. وكم من معصية كان يستخفي بها صاحبها أطلق الله الكلام بها على لسانه قبل قبض روحه، والأمثلة والقصص والحكايات في ذلك كثيرة مشهورة. فإذن يجب علينا جميعاً أن نتوب إلى الله من معاصي السر ومن خبايا الشر. فحاول أن تبحث عن الأسباب التي توقعك في مثل هذه المعصية، وحاول أن تقطع هذه الأسباب ما استطعت إلى ذلك سبيلا، مع كمال دعاء الله عز وجل والتضرع بين يديه والانطراح عند عتبة بابه، أن يوفقك للخلاص من هذه المعصية. فإن الله عز وجل إذا علم من قلبه من قلب عبده الصدق والرغبة الأكيدة الجامحة القوية في التخلص من هذه المعصية، فالله عز وجل ييسر أمره وينيخ له أسباب كونه ليتخلص من هذه المعصية. ثم إذا غلبك الشيطان في خبيئة الشر فحاول يا أخي أن تجعل لك خبيئة من الخير حتى تقاوم هذه. فإن الإنسان إذا كان له خبيئتان أو ثلاث خبايا من خبايا الشر التي يفعلها فيما بينه وبين الله عز وجل، فحاول أن تجعل لك من خبايا الخير كمثلها أو أكثر منها. ابحث عن خبايا الخير التي لا يطلع عليك فيها أحد إلا الله عز وجل. فكما أنك استخفيت بخبيئة الشر عن أعين المخلوقين، فكذلك فاستخفي بخبيئة من خبايا الخير عن أعين المخلوقين لا يراها ولا يعلمها منك إلا الله، فلعلك إذا جئت يوم القيامة تكون خبايا الخير غالبة على خبايا الشر. فإن خبايا الشر بواحدة وخبايا الخير بعشر أمثالها، مع الحرص على التوبة من كل خبيئة شر. أسأل الله في هذه الساعة أن ييسر لي ولك التوبة الصادقة من كل ذنب ظاهر وباطن، والله أعلم.